السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو جديد اللي كنتمنى من الله يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. البنات، كيف ما وعدتكم في آخر درس أنني غنجيب لكم دائما الجديد والمميز، المحبات الطرز باليد جبت لكم هاد الوردات بومبي كلهم ضفيرة في ضفيرة، شكل رائع وجديد وحصري والأول مرة على قناتي. تيقوني بأنه شكل جديد، أنا حيدت لكم المرمى باش تشوفوا كيفاش داير خارج المرمى، يعني كيفاش غيكون التوب ملي غنحيدوه من المرمى. على هاد الشكل راه ما كيتأثرش نهائيا التوب وكيبقى رائع. غتستعملوه في الصدر ديال الجلابة، هادو غير ثلاثة، انتم غديروا ثلاثة حدا ثلاثة، يعني ستة في هاد الجهة وستة أنفاس معاهم. طريقة جديدة ومبتكرة سهلة بالنسبة للمبتدئات. ردوا معايا غير البال في الشرح وانتقلوا جميع الطريقة. اذا غنبداو على بركة الله. غنرشمو، انا هنا فقط اختاريت ثلاثة دلوريدات غنرشمهم عشوائيا. ممكن لك انك تستعني بشي حاجة، شي دائرة صغيرة عندك ديال غطاء ديال شي حاجة باش ديري هاد الشكل هذا اللي كتشوفي. غادي نرشم باش نبداو الخدمة. يعني هاد الطريقة هاد الرشمة راها عشوائية، ماشي شي حاجة اللي يعني شي حاجة اللي خصك تكون بروفيسيونيل او شي حاجة مرشومة في الورقة باش نقدروا نرشمو عليها، فهي سهلة. غنبداو باول حاجه هنا، غنبداو بالوريقات من طبيعه الحال لان الوريدات هما غيبقاو هما اخر حاجه غادي نخدموها صافي ونحيدو المرمى. الوريقات هنا الشكل العادي البنات، ما كاينلاش نكثروا في التفاصيل لانني ديجا خدمتهم معكم في دروس سابقه. الخيط او الحرير كيف ما كنقول لكم دائما في الدروس البنات، الحرير يكون ديال بوبينه لانه هو اللي من احسن، ما كيتشنتفش وكيبقى لينا دائما كيبقى مزيان. غنخدم البنات الوريقات على هذه الطريقه، غنكمل الوريقات كامله ديال الوريده ديالي ديال الرشمه ديالي وغنتلاقاو باش نشوفوا الخدمه الاهم وهما هاد الوريدات هادو اللي جبت لكم اليوم. وما تنسايش الا كنتي مشاهده جديده للقناه ديالي انك تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك دائما الجديد. خليكم معايا ننتقلوا للمرحله الثانيه. بعد ما كملت الوريقات ديالي اللي عندي، غنجيبوا الحرير او البوبينه ديال الطرز ديالنا اللي برمت هنا، راه مبروم على 6 او 8 ديال الشعرات. كل ما غلطتو كل ما مزيان، لان هاد الرشمه كيخصها هاد الورده هادي كيخصها الحرير يكون كتير شويه. غنجيبو، اختاريت هنا جوج الالوان وممكن انكم تخدموها بلون واحد. وغتجيبي نفس الكميه اللي غتاخدي من هاد القياس ديال هاد اللون هو اللي غتاخديه من هاد اللون، يعني قياس واحد. غنجيبو على الطول ديالو على هاد الشكل البنات، لاحظوا معايا مزيان الحرير هنا كيف ما قلت لكم اولا البوبينه الطرز راها مبرومه، ونعاود لكم على 6 او 8 ديال الشعرات. غنجيبو الطول ديالنا ديال البريم اللي رانا ديجا راه مبروم وغنقسمو على جوج بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. غنجيبو المنتصف ديالنا وغنحطو في المركز ديالي ديال الوريده اللي غنخدم. غنثبت مزيان، دائما البرا تكون عندي تحت من المرمى تكون عامره لانني غنستعملها طيله مراحل عمل هاد الوريدات هادو. يعني دائما البرا تكون مزلقه وكيف ما كتشوفوا راها عامره غير بالحرير اللي راني اصلا كنخدم فيه، يعني البرا نمره 5 ديال الطرز او الراندا. غنجيبو عاوتاني كيف ما ثبتنا اللون الاول، غنجيبو نفس الطريقه البنات، غنقسمو على جوج شفتو، وغنجيبو داك المنتصف هو اللي غنثبتوه في المركز ديالنا ديال الدائره اللي عندنا اللي غنبداو نخدمو عليه. طريقه سهله وغتشوفوا معايا الا ما فهمتوش الورده الثانيه غنخدموها جميعا. بعد ما كنثبت مزيان المركز ديالي ديال الوريده ضروري كنقصو الزائد، ما كنخليهوش طويل بزاف باش ما يمحلناش في الخدمه، كنحاولوا نقصو شويه ونخليو غير القدر اللي راه حنا غنخدموا به ومازال غنقصوا مع بعضنا، غير خليكم باش تفهموا.
غنجيبوا البنات هنا. شوفوا الطريقة السهلة والعادية والكلاسيكية اللي كيعرفوا ليها جميع النساء تقريبا، هي أننا غنبداو نضفروا هاد الحرير ديالنا، غنبداو نضفروا على هاد الشكل. طبيعة الحال الضفيرة كيف ما كيعرفوا جميع النساء راه كتكون من ثلاثة ديال الأقسام، أو لا ثلاثة ديال الأجزاء. غنبداو على هاد الشكل، دائما الوسط راه مثبت لينا، خصو يكون مثبت مزيان. وغنبدا نضفر في الوردة ديالي. انا هنا غنتقل معكم الفيديو. بالنسبة للبنات اللي ما كيعرفوش يضفروا، ولكن غالبا راه كيعرفوا النساء انهم يضفروا الضفيرة العادية اللي كنديروا في الشعر. غنبدا نضفر على هذا الشكل، وكيف ما قلت لكم وكيف ما سبق لي قلت لكم، انا هنا استعملت جوج ديال اللوينات، وممكن انك تستعملي لون واحد في هذه الخدمه هذه ديالنا ديال اليوم. غنضفر البنات الشريط ديالي كله. وعلاش انا كنقول لكم هذا الحرير هذا؟ لانه هذا الحرير ما غيتشنتفش، واخا يبقى معكم مده طويله ما عمره ما غيتشنتف، وما عمره ما غيوقع له شي حاجه، على عكس الحرير ديال القصبه. بوبينه 15 درهم او 13 درهم على حسب المدينه، فهي كتدي لك مده. هنا كملت الضفره ديالي على هذا الشكل، وغنبداو دابا نشكلو في الوريده ديالنا. البنات شوفوا معايا، كنبدا ندور، ولكن دائما كنعاون بجوج يدين، اليد وحده كندور بها، والثانيه راها شاده ليا المركز ديالي ديال الوريده الوسط باش ما كتفسدش لينا الضفيره ديالنا. كنحاولوا نشكلوها على هذا الشكل، وكنحيدوا هذاك الزائد كله، كنحيدوه، ولكن ما كنحيدوش نيشان كيف ما شفتوا معايا، كنخليو ضروري يبقى طويل. علاش؟ باش حنا كنسرعوا اننا بعمليه سريعه داك الفائض كله كيتخشى اولا كيدخل تحت من الورده ديالنا. غادي نعاود معاكم في طريق في ورده اخرى. غنجيبو كيف ما شفتوا معايا، جبت المقص وكنبدا ندفع في داك الزائد كله ضروري البنات، حتى شي زغبه ما تبقى باينه. كندخلو تحت من الورده، اولا كيبون به لينا، كيعطيه كتزيد ديك الورده تطلع الفوق، وثانيا كنتخلصوا حنا من داك الزائد كله اللي راه بقى. ولكن كيف ما قلت لكم، منين بغيو نقطعوا ما نقطعوش على الحد. كيف ما شفتوا معايا، خليت واحد الاسباس اللي راها كبيره، عاد قطعت ودخلت تحت من الورده. والبرا والخيط كيف ما قلت لكم، والبرا راها كتكون دائما عامره باش يدينا كتدخل الفائض، واليد الاخرى كتثبت لنا الورده مزيان باش ما تحركش، وباش داك الفائض كله ما يرجعش يخرج لنا من الجناب. كنبقاو نعاونوا بالبرا مزيان، وكنثبتوا الورده ديالنا ضروري تثبتوها مزيان، وتحيدوا الفائض كله ما يبقاش يبان. اذا البنات نعود معكم هنا سريعا في هذه الوريده هذه. كتبتي المنتصف كيف ما قلت لكم، المنتصف كيتبت، وكتبداي تفرقي الاجزاء ديالك باش تبداي تصايبي الضفيره ديالك. زيروها مزيان، يديكم تكون مزيره شويه في الضفيره ملي تكونوا كتضفروا. وكنبقى غادا على هذا الشكل حتى كان تقريبا نقرب نسالي الشريط اللي عندي تقريبا، ماشي كله، غير القياس اللي غادي يعمر لنا الوردة. غنبدا ندور. شوفوا البنات كيفاش كندور، شفتوا على هذا الشكل، راها سهلة جدا،
صافي، غير فقط انني ندور ديك الدائره اللي عندي. شوفوا في الاخير كنبدا ندخلنيش مباشره، كنبدا ندخل تحت الورده عاد كنقطع. شفتوا راها بطريقه سهله كتجمع لكم لتحت، شفتوا ها هي تجمعت لي تحت الورده. يعني ملي تقربي تسالي الورده ديالك، انت قبل ما تقطعي دخلي تحت الورده عاد قطعي بالمقص وتبتي الجوانب مزيان. كيف ما قلت لكم البرا دائما تكون عامره بالخيط ديالك باش يدك، لان يدك ما خصهاش تحيد من الورده حتى تثبت مزيان. البرا كتجبديها من تحت المرمى وكتبداي تثبتي في الورده ديالك، كتثبتي من الوسط، كتثبتي من الجناب، كتدفعي داكشي اللي غادي يقدر يخرج لك من الجناب، كله كيتدفع لداخل وكيتسد عليه مزيان. ونجيو باش نشوفوا الفينيسيون الاخير. اذا باش غنفينيو البنات هاد الوريدات هادو في دوك الجنيبات، غنفينيو ايضا بضفيره، ولكن هاد المره غتكون ضفيره رقيقه وغنستعمل فقط لون واحد، ما غنديرش جوج دلوينات باش ما تجينيش مزروله بزاف. غندير لون واحد باش حتى ديك الضفيره اللي غنفيني بها من الجناب غتجي باينه وواضحه. كيف ما شفتوا معايا هنا ثبت البرا وخديت ثلاثه فقط ديال الخيوط، ثلاثه على جوج كيف ما شفتوا معايا، ثلاثة راني دخلتهم في البرا كيف ما شفتوا معايا البنات في الفيديو. وإلا ما فهمتوش رجعوا الفيديو غير شوية وغادي تفهموا الطريقة إن شاء الله. غدا نضفرها على هذا الشكل، ولكن هنا ضروري ومهم أنك الخيط يكون طويل بزاف، لأن بخيط واحد أو بضفيرة واحدة غادي نفينيو الوردات بثلاثة بهم. خليكم معايا باش نشوفوا الطريقة مجموعين. هانتوما البنات، انا كنعتذر لان في الاول كان على بالي راني كنصور، ولكن كان التصوير ما كيتصورش، فالورده الاولى راني دورتها، ولكن غنخدموا مع بعضنا عادي نفس الطريقه اللي خدمت بها، غنخدموها مع بعضنا باقي الوريدات اللي عندنا. كتجيبي الضفيره كيف ما كتشوفوا البنات، جبت الضفيره اللي راني خدمت معاكم وريتكم كيفاش ديروا ليها، غداي عادي غتبداي تجيبيها من واحد الورده في هادو الثلاثه اللي خدمنا وتبداي تثبتيها على هذا الشكل. غير هو شنو الدور ديال هذا؟ اولا الدور الاساسي والمهم هو انه كيضرق لينا داك لافينيسيون كامله ديال الجناب، وثانيا كيعطي واحد الجماليه رائعه لهاد الوريده هذه. الاهم حاجه هو انك ملي تبداي تثبتي على هذا الشكل كيف ما كتشوفي، ما تاخديش جزء كبير من الضفيره، فقط انا كناخذ غير شويه، يعني زغيبات قلالين اللي كنثبت بهم الضفيره ديالي على هذا الشكل. غنبقى غدا على هذا الشكل البنات. كتبداي تثبتي الجوانب ديالك ديال الورده كلها بهاد الضفيره هذه، والاهم كيف ما قلت لكم انك القياس اللي غتاخذي يكون صغير ما يكونش كيبان، يعني بحيث انك ما يبانش بانك باش متبته، والخيط بطبيعه الحال غيكون في اللون كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنا كنخدم الباج في الباج، ومني غنبداو ندورو راه ما غاديش ندورو على ورده وحده ونقطعو، لا كيف ما هذا علاش قلت لك الخيط خصو او الضفيره ديالك خاصها تكون طويله باش غنبدا ندور انا على الوريدات ديالي بثلاثه. فانا ضفيره وحده خدمت بها الوريدات بثلاثه كيف ما كتشوفوا معايا دابا، انا ساليت الورده الثانيه، انا كندوز للثالثه باش نفينيها حتى هي. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه والطريقه تكون سهله. دائما كنعاونوا بيدينا وكننقيو الجناب وكنثبتوا الضفيره ديالنا مزيان. الى عندكم اي سؤال ما تردوش انكم تخليوه لي في لي كومونتير، واكيد ان شاء الله نجاوبكم عليه. غنبقى غدا على هذا الشكل البنات، انا كنثبت في الضفيره ديالي وفي نفس الوقت كنفيني في الوريدات اللي راني خدمت.
اذا بعد ما كملت البنات شوفوا معايا، فهنا بطبيعة الحال غادي نوصل لنهاية ديال الضفيرة ديالي، غنخلي واحد المسافة كيف ما كتشوفوا، عاد غنقطع على هاد الشكل. مني غنقطع بسرعة قبل ما تبدأ تحلي الضفيرة ديالي، غنبدأ ندخل بنفس الطريقة اللي وريتكم من قبل، وكنستعن ضروري بشي حاجة تكون رقيقة او حادة اللي غدا تساعدني انني ندخل دوك الزغيبات او داك الفائض كله يدخل مزيان تحت الوردة على هاد الشكل. ما نخليو حتى شي زغبة باينة، عاد غنجيو باش نسدو داك الفراغ الوحيد اللي غيبقى لينا في الوردة كاملة. الوردة بثلاثة، فهذا هو الفراغ الوحيد اللي غيكون، وغنسدوه على هاد الشكل. هذا غيتسد بحيث انه ما تبقى تبان حتى شي حاجة. غنسدو ضروري والحرير يكون نفس اللون. على هذا الشكل البنات كيف ما كتشوفوا ما بقات كتبان حتى شي حاجه. الضفيره راها كامله، هذا هو المكان اللي راني قطعت فيه، والضفيره كتبان متصله وما كاين حتى شي مشكل. كان هذا هو الشكل ديالي ديال اليوم، كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. خليوا لي لايكاتكم وانتظروني في الجديد ان شاء الله. تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.